السلام عليكم احبتي في الله، ومرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفه اللي جد سريعه وما كطلبش بزاف ديال المقادير، اللي نقدروا نحضروها في العشاء. لي بات في الفران، اولا المكرونه الصغيره غادي نديروهم في الفران. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي ودعموني باللايكات ديالكم اذا عجبتكم الفيديو، على بركه الله. بالنسبه للمكونات، غادي نحتاجوا هذه المكرونه الصغيره اللي غادي نطيبوها في الماء سابقا. غادي نحتاجوا الحليب ما يعادل 700 مللتر. غادي نحتاجوا 4 ديال الفرماجات لافاش كيغي، 3 المعالق ديال الدقيق، شويه الملحه وشويه الابزار. غادي نكبوا الحليب ونخليوه يسخن. منين يبدا يسخن شويه غادي نزيدوا الفرماجات. كنحركو مزيان باش يذوب هذاك الفرماج. كنزيدوا الملحه، الابزار، كنخلطو عاوتاني مزيان. ودابا غادي نزيدو الدقيق، كنزيدو معلقه، كنزيدو الثانيه، غادي نحركو عاد باش غادي نزيدو الثالثه. ودابا غادي نزيدو الثالثه. غادي نحركو مزيان، وخصنا ما نوقفوش على التحرك، مزيان حتى يذوب داك الدقيق في هذاك الحليب باش ما يتكونوش عندنا حبيبات. يمكن لكم تزيدوا طحنوه بالخلاط الكهربائي باش ما يبقاوش كاع هذوك الحبيبات، لكم الاختيار. من بعد ما طابت الصلصه، دابا غادي ندوزو نعمرو ان شاء الله باش ندخلوها للفران. بالنسبه للتزيين، غادي نحتاج انا هنايا فرماج غابي موتزاريلا. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي فرماج عندكم في الدار او لاي فرماج كيعجبكم. فواحد الاناء ديال الزاج اللي غادي ندخلوه للفران، غادي نكبو شويه ديال الصلصه. غادي نديرو لي بات اولا المكرونه الصغيره. كنسرحوها مزيان بواحد المعلقه باش تجي متساويه، وغادي نكبو من فوقها الصلصة. ودابا غادي نديرو من فوقها الفخوماج. كيف ما قلت لكم انا هنايا استعملت الموزاريلا، ولكن نتوما يمكن لكم تستعملوا اي فرماج كيعجبكم. صافي، دابا غادي ندخلوها للفران غير باش يذوب داك الفرماج من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال لو غراتان ديالنا، كيجي جد رائع. غادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل.
هذا هو الشكل النهائي ديال لو غراتان ديالنا، كيجي جد رائع وما فيهش كيف ما قلت لكم سابقا ما فيهش بزاف ديال المكونات. نتمنى انها تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الاخبار في لي كومونتير. ما تنسوش تابوناو في لاشين ديالي وتدعموني باللايكات ديالكم. الى فيديو قادم، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.